عايزين مني ايه؟ والواد الرفيع اللي طالع وراه على السلم ده انا بقلع من رفيعين. ايه يا بس وانا بورس ايه اللي طالع؟ ما تستهدي بالله وطي صوتك، داخلين متسحبين. بقول لك ايه؟ اهدي شويه ولا ايه؟ خدها وخش الحمام. طب وانت؟ بص انا هاجي بعديكوا اخش عليكوا الحمام. يلا إيه؟ الله، طب ما تدخل معانا يا اخويا. خدها يلا قدامي قدامي. تفكيرك بلس 18 قدامي. الله 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 الله، ده قلبها زريبه الواد وسايب قمصان وفوط. يخرب بيتك، يا ترى انت مين يا اللي جوه؟ يا في ايه؟ هنعمل ايه في الجثتين اللي جوه؟ الحمام ده ما شاء الله عليه بيجيب الرزق كده، والله قدمه حلو. في جزء ايه اللي حصل لها؟ اول ما دخلت شافت الراجل جنب البنيون قالت اه وقعت. يعني طلع جوزها ولا لا؟ ما لحقتش اعرف، بقول لك اول ما شافته قالت اه وقعت. يا نهار ابيض، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما قدامناش غير حاجتين مهمين لازم نعملهم. ايه هما يا؟ اول حاجه نقفل باب الحمام بالمفتاح. جدع. اه بس ماشي. تاني حاجة نفتح الباب بالمفتاح. خد يا هبل، خد خد. ما كنتش محضر. هنفضل رايح جاي بقى، قول في حاجة واحدة. أهلا بس. أهلا علاء بيه الوردي، اتفضل. ده صوت عمي وعلاء بيه. استخبى بسرعة. استخبى فين؟ مفيش سحارة هنا. أنا هتخبى ورا الستارة دي. أيوة فكرة حلوة. أنا ورا الستارة دي وخليك أنت هنا. لا ولا ولا أنا كنت عايز أستخبى ورا الستارة. يا أنت بخيل في الفطارة دي، فكرتي والله. عمي هنا. ولا عمي هنا. والله تعب كتير قوي اللي أنت عامله ده. اتفضل يا علاء. بنفسك يا أكرم، ميرسي جدا. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ انت بتعمل ايه هنا يا رمضان؟ اكرم بيها صاحبي اللوكاندا. مش وقته. ايوه بوضب الاوضه، مش انت قلت لي ده يعني حد مهم ولازم اهتم بذات نفسي؟ بس مش بنفسك يا رمضان. لا ازاي ازاي ازاي؟ ايه الاوفر ده يا رمضان؟ في ايه؟ مالك بتافور ليه؟ بس انا انتوا جيتوا ليه؟ سيبوا لي فرصه. فرصه تعمل ايه يعني يا رمضان؟ هوضب بس حاجات بسيطه كده. لا ما توضبش حاجه، توكل. انا بس عشان إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ كنت احط الجاز في اللمبه. استنى بس، جاز ايه ولمبه ايه؟ ايه المنظر ده يا رمضان؟ ده عنكبوك. عنك ابويا انا؟ ايوه، ما هو ده من ايام ابويا. من ايام ابوك الله يرحمه. اه بفضل محتفظ بيه ده للذكرى. ماشي انا هوريك يا رمضان. طب يا رمضان اتوكل انت على الله عشان علاء بيه والهانم عايزين يرتاحوا. ايوه بس يعني فعلا يا ريت، احنا محتاجين نرتاح جدا. اليوم كان طويل. طب انفض الستاره. طيب يا سيدي سيب الستاره، مش وقته. لا اصلا مطينه. بص عامله ازاي؟ خلاص يا رمضان بقى يا رمضان. ماشي والله كانت فكرتي بتاعت الستاره. ماشي هتدفع الطاقه اهون. ماشي أكرم بيحصل. احنا اسفين يا علاء بيه، اسفين يا هلا هانم. انجوي يور ستاي. سي يا أكرم، ميرسي جدا. ثانك يو. اهتمام مبالغ فيه، أنا هموت من التعب يا هلا. الأوضة شكلها غريب قوي يا باب. فعلا يا حبيبتي، هي متغيرة شوية طبعا عن نوع الأوضة اللي أنت متعودة إنك تنزلي فيه. بس لا يعني لا. أهو تجديد جديد. نو نو نو، مش قصدي زي ما يكون كان في حد قاعد فيها. يا هلا، انت هتقلقيني من اولها ليه؟ ما هو مفيش غيرنا احنا الاثنين بس اهو. وبعدين سيبك انت بقى من الكلام ده كله. كل سنه وانت طيبه يا روح قلبي. كل سنه وانت طيب يا بوتي بوتي. على بيت طلع بوتي بوتي. كل عيد جواز وانت بتحلوي اكتر من الاول يا روح قلبي. ثانك يو بيب. عايزين نعيد كل حاجه كاننا لسه متجوزين بالظبط. الله ينور عليك يا ست. ايوه عيدوا كل حاجه بالظبط. حبيبتي يعني اللي هو ازاي يعني؟ زي كانك انت عريس وانا عروسه. يا هلا حبيبتي، ما انا كنت عريس وانت كنت عروسه زمان. نغير بقى، نعمل حاجه جديده. انت هتفاصل، ما الكلام واضح. اخلص. نو، ما انا محضره لك مفاجاه. انا هطلع لايف. لا لايف ايه يا هلا؟ مش وقته خالص. انت ناسي اخر مره طلعت فيها لايف؟ اول ما رجعت المصنع كل العمال عملوا لي صف وقعدوا يسقفوا لي كاني واخد الدوري. على فكرة بقى، الفيديو اللي انت بتتكلم عنه ده ما جابش غير 100,000 لايك بس. ايوه، ما هم ال 100,000 اللي موجودين في المصنع، عايزة ايه تاني؟ والله العظيم لو ما عملتليش اللي انا عايزاه هكلم دادي دلوقتي حالا. لا دادي ايه؟ ما تغيريش الموضوع، مش وقته خالص. دادي بدا يا هلا، يعني ايه ما كلمتيش بالطريقه دي؟ شوفي اللي انت بتعمليه اصلا. تصرفاتك بقت لا تطفى. لا 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 كده احنا اتحسدنا. ايه في ايه؟ سك علي ليه مسمع لحد اكره الباب؟ ايه اللي حصل؟ معقوله برضو في اتنين يتخانقوا وهما بيحتفلوا بالثانويه بتاعتهم؟ ثانويه anniversary. اقسم بالله الاتنين واحد، بس انا مش عارفه ازاي انت ما ادركتيش ده بصراحه. يعني عندك حق. ايه اللي حصل يا علاء بيه؟ اساليها. ايه اللي حصل يا هلا هانم؟ اسالي.
اللي حصل يا علهبي؟ اساليها. لا اخلصوا اخلصوا، انا عندي حموده اصلا. يلا في ايه؟ انا هقول لحضرتك يا مدام اميره. اتفضل. يرضيكي احنا جايين نحتفل بعيد جوازنا والهانم عايز تطلع لايف. وايه المشكله انها تطلع لايف يعني؟ ولا هو تلكيك وخلاص عشان تنكد عليها؟ ولا هو انتوا الرجاله كده لازم تنكدوا على الستات في اي مناسبه حلوه؟ شكرا إيه؟ مدام اميره قوي والله العظيم، انا من اول ما شفتك حبيتك وحسيت ان انت امي. ليه طيب؟ ليه؟ ليه؟ ليه الإحراج ده؟ ليه ما أنا محترمة من أول العرض؟ ليه؟ ليه ماسكة شخصية وقمر ومدام أميرة؟ أيه يا لبي؟ وعمالة ماسكة أنا شخصية، ليه؟ ليه عايزة تخرجيني منها؟ ليه؟ ليه كده بترجعيني لقديمي؟ ليه؟ 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 سوري سوري مدام أميرة. لا مدام، أنت خليتي فيها مدام أميرة، أنت مدام أميرة يا حضرتك، اتفضلي. يلا ايه مدام أميرة ساعدنا كده الله يكرمك بس. عشان ايه؟ مدام أميرة دي هي في الحتة دي بس، دي مدام أميرة. أيوه. ايه بقى؟ سوري أنا ما قلتش غير أمي. أمي أمي يا بنت، إيه مين دي اللي أمك؟ أمك مين يا شعر عيرة يا لون خميرة يا رد الرد يا مصطبة هد؟ يا مش عارفه تعملي بنت ناس ابدا. ايه ليه؟ ما انت بقالك 7 سنين بتعملي هتر بتر بتر بتر. قلنا شخصيه جديده. احمد يا عمر؟ ده حلم، ده حلم. ايه اللي انا فيه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده كابوس مش ممكن. تعالى تعالى مدام اميره تعالي. ليه ليه بعدتي عني؟ البسها ازاي بقى دي بقى؟ البسها، كان في 5 تحت بيلبسوها لي بقى. البسها انا ازاي؟ انت السبب. سوري انت سوري ولا سوري بقى ولا سين بقى. علينا وعلى دماغنا. لا ها؟ ايوه 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 يا علابي اتفضل. انا دخلت في الشخصيه. اتفضل في ايه؟ اتفضل انت. يلا يلا يا بيه يلا عشان ما ارجعش تاني للبيقانة اللي انا فيها دي. اتفضل. ايوه. ايه يا علاء بيه اللي حصل؟ في ايه اللي حصل يا علاء بيه؟ ايه؟ معقولة الكلام ده؟ في كده في الدنيا؟ معقولة؟ لا انت بتفكر ليه؟ دي الشخصية. اتفضل. معلش. أنا تخيلوا تحت هنا كده يعني. هو فوق زي تحت عندي والله. يلا. اتفضل. انا احكي لك يا مدام اميره. ايوه احكي لي يا علابي. ايه 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 بقى؟ يرضيكي احنا جايين نحتفل بعيد جوازنا. يا بيه يلا يا بيه. انا في الشخصيه. اوكي.